صباح الخير والربح، كي دايرين؟ كي صبحتوا مزيان هانين. اليوم نحكي لكم على واحد البرنامج رياضي اللي غادي نعملو. يعني استيقظت شربت واحد تقريبا جوج بريدات صغار فيهم بعد العشوب وعصير ديال الحامض مع اتاي من جهه. يعني ما كليت شي حاجه، حديت ديت معايا واحد القرعه اللي فيها جنجبيل وفيها يعني طحون مع التفاح والحامض اللي غادي نمشي بهم حتى من بعد نقدر نستهلك هذاك المياه. على كل حال اليوم غادي نعطيكم المراحل اللي غادي نقطعها تبقى انطلاقا من بوربون اللي غادي دزت على شارع الزرختوني. انفا على ليدو، غادي نطلع على يعني انفا السفلى العليا وغادي ننزل وندوز جنب ديال البحر يعني الغروب، ومن بعد غادي ندخل لاسمو انفا بلايس وغادي نعاود نجري في الرمال الناشفه، نعاود نجري في المياه اسمو وندير واحد السباحه ممتازه. وحنا معكم تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. المهم لتذكير، حنا الرياضه تنديروها من اجل باش نحركوا العضلات ديالنا، ماشي من اجل نحافظوا نخافوا نموتوا. الموت كاينه غير على المرض، حتى الا مات بنادم يموت هو صحيح. وتحياتي بونجورني. رجعت عندكم باش نعطيكم واحد السفسار او نطرح لكم علاش تيدير الانسان بعض الحركات الجسمانية ديالو او الجسم ديالو من بعد ما تيسخن غالبا او تيجري او تضرب واحد المسافة باش يعني الجسم ديالو تيحس بواحد الدفء. ضروري واحد الحركات يعني اليد على الهونش هنايا على رجلين تيقوي العضلات وتيخليو يعني باستمرار على انها حركيه. وحتى بنادم في الحياه اليوميه العاديه لو وقع ليه غير واحد الزنقال او واحد المسائل تيحسب راسو بانه راه تقريبا يقدر يطاكي على راسو. تحياتي.
天，做啥？是做了点什么？这时代了，因为买了贵海的嘛，然后嘛，不如在这边呢，因为咖啡哇，路很窄，这个路在阿姆拉哈，哈，海呀，那什么，这地带比较潮湿，可是这个不是这样的。阿公发的كلمة يعني من بعد تم جرينا لا بالنسبة للأرجفة ولا الرمال ولا المياه من بعد واحد السباحة اللي تنشقنا فيها شوية ديال الهواء ديال اليوم اللي تنفع بالنسبة للتنفس ديال الإنسان خاصة في الفترة الشتوية اللي سيكون الإنسان عنده زكام أو عنده ضربات ديال البرد. على كل حال أنا تنبغيكم ونطلب نفوسكم وإلى اللقاء في يوم آخر إن شاء الله. على كل حال عندي دابا تقريبا ما بين 12-13 كيلومتر لدرس. نتوكل عليكم الصحة. أنا دابا أحكي على العصير ديال الجنجبيل. الجنجبيل والحمض شوية ديال التفاح اللي مهم بالذات فيتامين سي شوربة صحية وطبيعية